الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قضينا بفضل الله تبارك وتعالى ومنته أول فصل من فصول مركز واحة القرآن، هذا المركز الذي يعنى بحفظ القرآن وتجويده وخدمة أهله. تنوع بحمد الله تبارك وتعالى هذا المركز على مدار الأعمار والمستويات المطلوب حفظها، فبلغت الحلقات أكثر من 30 حلقة بعدد من الطلاب والمشتركين فاق الوصف وفاق التوقع بحمد الله عز وجل. فالتسجيل المبدئي كان لهذا المركز من خلال الفصل الأول قرابة 400 إلى 420 طالب، وتم قبول منهم صفوة الصفوة بأن قبلنا 230 طالب، وبحمد الله تبارك وتعالى استمروا في هذا الفصل وأبدعوا. هذا المركز تنوعت أنشطته الثقافية والتعليمية، فكانت هناك رحلات تقويمية ترفيهية فيها نوع من الثقافة والتعليم تخللت هذا المركز وأسهمت في جانب من جوانبه حتى تضيف إلى الحسن حسنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا المركز وعامله، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآل صحبه أجمعين.